أهمية هذه الندوة، نعلم أن هناك زيارة اليوم، لأن هذه الأيام لمعوش السيد الأمين العام السيد ديمستورا إلى المنطقة. وهنا أريد أن أضع ملاحظة أساسية التي ظهرت بالأمس، حيث كان مقررا بعد الاجتماع الذي حظي به في العاصمة المملكة المغربية الرباط أن يزور الأقاليم الجنوبية، ومن ثم أن يزور مخيمات أحمد بن تندوف، ثم أن يزور الجزائر. هناك خبر بإلغائه لزيارة الأقاليم الجنوبية. اليوم يمكن أن نتحدث عن وضوح في الموقف الوطني الذي يتكئ على المكاسب التي حققها المغرب في طرحه الوطني في حال الأسرى، بحيث أن السيد ديمستورا حينما أعلم عن زيارته للأقاليم الجنوبية كان يود أن يلتقي بالفعاليات الوطنية، وكذلك بما يسمى بين قوسين بالانفصاليين. من أراد أن يتحدث إلى الانفصاليين فعليه أن يذهب إلى مخيمات أحمد بن تندوف. زيارة السيد ديمستورا من بعد شخصية السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة هي تعبر عن التوازنات الجديدة، بحيث أن المغرب هو يحقق مكاسب قانونية سياسية دبلوماسية، مكاسب تنموية، وهو موجود على الأرض، وبالتالي فلا يمكن أن يتعامل ولو في إطار السياق الدولي وتدبير الأممي مع المغرب بشكل يعني لا يقدر كل هذه المكاسب التي تحققت. كان مقرر أن يزور السيد ديمستورا كل من الرباط العاصمة ومنطقة الصحراء المغربية، ثم يذهب إلى الجزائر ومخيمات الحمادة بتندوف. إلغاء زيارته للأقاليم الجنوبية تفسر بأن زيارته تلك كانت ستلتقي بفاعلين مجتمعيين في الصحراء المغربية، وتم الحديث عن لقائه مع ما يعرف إعلاميا بانفصالي الداخل. في الواقع من يريد أن يتحدث إلى الانفصاليين فعليه أن يذهب إلى مخيمات تندوف، لا مجال اليوم للحديث عن أو لتجاهل كل ما يتحقق على المستوى القانوني في إطار افتتاح القنصليات العامة بالعيون الداخلة، كل ما يتحقق على مستوى حتى قرارات مجلس الأمن، بمعنى أن العمل الذي يمكن أو المهمة التي يمكن أن يقوم بها السيد المبعوث الشخصي للسيد الأمين العام يجب أن تنضبط إلى هذه التطورات والمكاسب، وكذلك إلى التوازنات الإقليمية التي تؤدي بالضرورة وتعبر بالضرورة على انهيار وطروحات خصوم الوحدة الترابية، سواء من خلال منظمة الاتحاد الإفريقي أو من خلال مواقف الدول أو من خلال الواقع على الأرض، حينما نتحدث عن حادث القرقرات وعن التراجع عن الشريط العازل في الحدود المغربية الموريتانية. بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية فيما يخص التعامل مع المغرب، يمكن أن نتحدث على أننا أمام مدرستين دبلوماسيتين مختلفتين. حينما نتحدث عن التفاعل الدولي للمغرب وعن المكاسب التي يحققها من أجل قضيته الوطنية وعن شراكته الدولية في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك وتنظيمه لمنتديات دولية على مستوى القارة الإفريقية، حينما نتحدث مثلا عن الدول المطلة على المحيط الأطلسي، حينما نلاحظ كذلك العمل الذي يقام من ناحية الدبلوماسية ومن ناحية التنموية، نستطيع أن نقول بأن الجزائر هي في ردود فعل غير منتجة، بدليل أن لا أحد ولا دولة واحدة تذهب مع الجزائر فيما تذهب إليه من اتهامات ومن مواقف معادية. وبالتالي فربما يكون هذا النوع من المواقف هو للاستهلاك الداخلي الجزائري إعلاميا و
يعني محاولة البحث عن عدو خارجي لمنع الحراك الاجتماعي والسياسي الحاصل، أو أن هذه المواقف لا تنبني على منطق ولا تنبني على أساس، ولا يدعمها دوليا أي طرف من الأطراف، سواء الدول المجاورة في المجال الإقليمي أو دوليا. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.